يوفنتوس. ماتيو دارميان يسلم الكرة إلى بنيامين بافار، إلى نيكولو باريلا، إلى دارميان، إلى باريلا، بيحاول باريلا لعرضية عالية، هنا الخطورة، بافار بيحاول، وهنا هدف أول للإنتر، هنا هدف أول للإنتر، جاتي يهدي الإنتر هدف أول، جاتي يهدي الإنتر هدف أول، كان باكورد من بافار، ضلت الطريق إلى ترام، ولكن جاتي بدلا من مهاجم الإنتر، جاتي هو مهاجم الإنتر وهو من يسجل في مرمى الإنتر، يتقدم بالهدف الأول في المباراة. شوف الكرة، شوف الكرة، شوف باريلا وشوف بافار اللي بيحاول، ولكن هنا لمسها بالرأس تورام، وهدف أول من نصيب الإنتر، يسجله جاتي، يسجله جاتي. الإنتر يستفيد من نيران الصديقة، الإنتر يحب الأنجول، الإنتر تهديه الكرة هدف أول عكس سير آخر 10 دقائق، ولكنه الإنتر يا سادة، إنه الإنتر يا سادة. جاتي بالخطأ في مرمى أول أهداف المباراة في أرضية الملعب. الإنتر 1 اليوفي لا شيء.